طيب، إلى خبر آخر، مجلس السيادة يناقش الأوضاع الصحية بكسل. وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان في اجتماع المجلس الدوري يوم أمس الخميس، وجه بتلبية الحاجات العاجلة لمستشفى كسلة والمتمثلة في 100 سرير وملحقاتها، استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان بشأن الحالة الصحية العامة بالولاية. وأوضح عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري أن التوجيه يأتي استجابة للنداء الذي تضمنته مبادرة صيادلة السودان والخاص بالحالة الصحية العامة بالولاية والتي وقف عليها خلال زيارته الأخيرة لولاية كسلة، ما شهدته كسلة من حميات كثيرة. نعم. طبعا على مدار أولا السنة ينبغي أن نثمن مثل هذه المبادرات، مبادرات الصيادلة هذه مبادرة عملية لمساعدة قطاع من فئات الشعب السوداني ألا وهم أهالي ولاية كسلة. وولاية كسلة تضررت صحيا في الفترة الأخيرة إلى الدرجة التي بدأت تثير قدرا من الاستغاثات لمعاونتها في مواجهة الكوارث الصحية التي ألمت بها. وبالفعل هذه المبادرة كانت رأس رمح لكثير من القوافل التي ذهبت إلى كسلة، وحتى وزير الصحة الاتحادي دكتور أكرم علي التوم زار تلك المنطقة ووقف بنفسه على تلك الكوارث الصحية والكوارث الإنسانية التي ألمت بذاكم الإقليم، وخاصة مدينة كسلة ومستشفى كسلة الذي كان في حاجة مسيسة إلى المساعدات حتى يتمكن من تقديم الخدمات الصحية وخدمات الطبابة للمرضى في تلك المنطقة الحيوية من مناطق السودان.